أنا شاهد على الدوري الإنجليزي من زمان، لكن واحد من أكتر حكاياته حزناً كانت إدمان مارك بوسينيتش اللي بسببه غير فيركسون قاعدة ما عملهاش مع حد قبله ولا بعده، وكل ده بسبب سطر مخدرات واحد. المخدرات حولت بوسينيتش من حارس لامع في مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا لمدمن كوكايين يفقد 10,000 دولار أسبوعياً من مرتبه عشان يجيبها، ومش بس كده ده حاول يقتل والده. الحكاية بدأت في 1989 لما مانشستر يونايتد ضم بوسينيتش من فريق هواء، ولكن بسبب قلة مشاركاته رجع لبلده أستراليا، وبسبب تألقه رجع لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي وخد معاه المركز الرابع في الدوري وكسب كاس الرابطة. 207 مباراة مع أستون فيلا خلته مؤهل عشان يحقق حلمه الأكبر بالرجوع لمانشستر يونايتد لتعويض بيتر شمايكل. مدرب يونايتد التاريخي أليكس فيرغسون وصف بوسينيتش بالمحترف المذهل، وكان اللاعب الوحيد اللي تعاقد معاه فيرغسون مرتين وشارك في كاس العالم للأندية سنة 2000. لكن في 2001 رحل بوسينيتش عن تشيلسي، وكان سلاح الكوكايين أطلق رصاصته على مستقبل بوسينيتش بالفعل. أنهى تشيلسي عقده بسبب الإدمان وخسر ال 10,000 دولار اللي في الأسبوع. إدمان الحارس وصل لمراحل متطورة لدرجة إنه كان بيتعاطى من 6 ل 10 جرعات كوكايين يوميا بتكلفة وصلت ل 5,000 دولار في الأسبوع. مرحلة قال عنها بوسينيتش نفسه إن المخدرات اتحكمت في حياته، وإنه بسبب الإدمان كان بيفضل صاحي لأيام متتالية. بوسينيتش قال إنه ما كانش مدمن في الأساس، بس جرب سطر واحد قبل يوم من تحليل عن المنشطات، وبعد اتهامه بالإدمان قال مش فارقة بقى واستسلم للأمر الواقع وكمل في طريق الإدمان. ومش بس كده، ده حاول يبعد صديقته عن الإدمان وقال لها كل سطر كوكايين هتاخديه هاخد قصاده سطرين، والماتش بينهم انتهى بخسارتهم هما الاثنين. بسبب عدم قدرته على النوم في مرة وصلت لأربع أيام حاول يقتل والده بعد ما سمع صوت حركة في البيت، لكن لحسن الحظ أدرك اللي بيحصل قبل لحظة ما كانتش هترجع تاني. اللحظة دي أكدت لبوسينيتش إن أهله وأصحابه أهم من سعادة وقتية في إدمانه. لحظة قال عنها إن النظرة في عين والده كانت سبب كافي عشان يبطل إدمان، وقال لو رجعت لها هدخل مصلحة للتأهيل، لكن أنا أعتقد إني أقوى بما يكفي عشان أبعد عن المخدرات للأبد، وكل اللي أنا عايزه أرجع للي بحبه وألعب كورة تاني. بوسينيتش حصل على فرصة جديدة في 2007 مع كوينز بارك رينجرز، ولعب بالفعل مع أندية أسترالية، ودلوقتي بيعيش إنسان في أتم حالة صحية وبيحلل الماتشات. طريقين اختارهم بوسينيتش، الأول كان دمار فقد فيه حياته ومستقبله، وطريق تاني قرر فيه يبص في عين والده ويشوف حزنه عليه، اختار نفسه وأهله وحياته، والحياة كفئته واديته فرصة جديدة.